لك بس خليني احكي مع الشباب اللي هن عم يرفعوا العلم على سارية طويلة. لحظة شوي بعد اذنك، بس ثواني اذا بتريد بس ثواني خليني اشوف. بس هذا العلم رح ترفعوه على اي مؤسسة؟ فرع مرور حلب. معلش بس توصل شوي مشان يوصل الصوت اذا بتريد. شو بيعني لكم رفع العلم على هاي المؤسسات؟ يعني لنا نحن قتالنا مشان رفع هذا العلم والحفاظ عليه، وأمانة بأرقابنا نحن، دم شهدائنا اللي سقطوا ورفاتهم ودمهم تحت هذا الفرع العظيم. وكما عاهدناهم سنبقى حفاظا على دمائهم وعلى رفاتهم، بأن لن تدنس من أمثال هؤلاء الكفرة الإرهابيين. أكثر لحظة مؤثرة بأنه أنتم رجعتوا على مكان عملكم، شميتوا ريحة رفقاتكم الشهداء وعم تسألوا لهم بطريقتكم الخاصة وترفعوا العلم. شو بتقول لأرواح الشهداء وشو بتقول لأهاليهم يلي هن كانوا معكم خطوة بخطوة؟ الله يرحمهم لشهدائنا اللي بسببهم نحن عم نحتفل بهاي اللحظة، ونحن كان مثل عهدنا لهم سابقا حفظنا عليه لغلاء دمائهم وأهاليهم اللي ضحوا بأولادهم مشان هيك لحظات نصر للبلد، لحلب، للوطن، لسيد الوطن. خليني بس أحكي لحظة معك، شو بيعني لك رفع العلم هلأ وهي لحظة النصر تاريخية يمكن رح تسجلها طول عمرك؟ علم النصر، نحن مندافع عن العلم، من قاتل عن هالعلم. ورجيني على إيديك، هاد شرف كتير كبير، رح نواكبكم لحظة بلحظة وانتو عم ترفعوا. مقاومين بهالنقطة هون وفرع المرور، الله يرحم جميع الشهداء. يلا الله يكون معكم يا رب. رح نواكب هاي اللحظة. خليك معهم ضياء لو سمحت، بس لنواكب لحظة بلحظة رفع العلم العربي السوري، علم الدولة السورية، علم القانون، علم الشرف والانتصار فوق فرع المرور بمحافظة حلب. منذكر بأنه منعيد نذكر بأنه هذا الفرع شهد عملية تفجير ب 11/7/2016 من خلال نفق دمر هذا المكان، لكن لا مشكلة تدمير الحجر، لطالما الآن نشهد لحظة حساسة ومشاعر صادقة جدا برفع العلم العربي السوري من جديد على المناطق التي يتم تحريرها. هذا يعني بأنه الدولة العربية السورية موجودة، وهذا يعني بأنه العلم رح يرتفع لحظة بلحظة فوق كل المؤسسات التي يعاد تحريرها. خلينا نشوف الشباب ورأيهم. ما في كلام بيقدر يعبر.